برحب بيك مجددا كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو نجوم ملعب الاهلي عقب فوز النادي الاهلي بخماسيه نظيفه على نادي طنطا في الدوري العام باداء اكثر من رائع. ينضم الينا الان الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. عنوان كبير يتصدر اللقاء النهارده، الاهلي بمن حضر اداء اكثر من رائع. ببارك لك على النتيجه. اولا تحياتي طبعا لكابتن اسلام وضيوفه، ومبروك طبعا ليكم ومبروك لجمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت نتيجه كويسه واداء الحمد لله مرضي. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الاستمراريه، واتمنى ان شاء الله الحاله دي تكون ان شاء الله في الفترات اللي جايه كمان ان شاء الله. طمنا على اصابه محمود متولي النهارده. اعتقد لها كدمه في ركبته كده، بس ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله. تغييرات النادي الاهلي في الشوط الثاني اسهمت في تحول اداء النادي الاهلي. كهربا، احمد فتحي ساهموا في النتيجه والاداء العالي للنادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني. الحمد لله ان ده دليل اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها عندها هدف واحد اللي هي اداء كويس. وزي ما انت قلت النهارده بدايه ولا اروع لكهربا، محتاجه جدا من اهم مقاس المباراه، عودته للتهديب، استمرار مروان محسن نفس القصه، عوده حسين الشحات للاداء، فتحي في مكان جديد وبيأدي الاداء الجيد دوت، كل اللعيبه هاني محمد هاني، كل اللعيبه الحمد لله ادت اداء كويس، واللعيبه مقدره المسؤوليه قد ايه، وان شاء الله تكون على الموعد ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. اكيد الاهداف بالنسبه لحسين الشحات وبالنسبه للكهرباء وبالنسبه لمروان محسن، اكتساب الثقه وعوده الاهداف بالنسبه لهم اكيد هتساهم في المباراه المقبله في تالقهم. طبعا مهمه جدا، يعني الاهداف دي بتدي ثقه للعيبه. يعني النهارده برده ما انساش طبعا احمد الشيخ برده ادى اداء كويس جدا، من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا في المباراه، عمل ضربه جزاء وعمل جون وعمل جهد بدني كويس جدا، ومن اللعيبه اللي كانت بتحافظ على الكوره، فاعتقد برده من اهم مكاسب المباراه برده كده. فزي ما انت قلت ان الاهداف دايما بتدي ثقه وبتدي احساس لعيب اللي هو يعني بيأدي كويس. زي ما انت قلت بقى، وان شاء الله اللي جاي احنا خلاص الماتش اتقفل الحمد لله واداء كويس ونتيجه كويسه، ان شاء الله برضو نركز في المباراه القادمه ان شاء الله. بلغه الكوره المكسب بيجيب مكسب والاداء العالي بيجيب اداء عالي ايضا. رايك في المباراه القادمه مباراه المقاولون وتاجيل لقاء النجم، ولقاء النجم شايفه ازاي؟ اولا لقاء المقاولين طبعا فرقه كويسه جدا مع كابتن عماد النحاس، مدرب كويس جدا من الناس المميزه جدا في الدوري، تاني الدوري عندهم لعيبه كويسه وقدرات كويسه وحلول فرديه كويسه. لكن زي ما انت بتقول احنا ماشي خطوه خطوه، مباراه ان شاء الله نستعدلها من بكره ان شاء الله، وان شاء الله يكون ربنا يكتب لنا فيها برضه نفس القصه الفوز ان شاء الله. بالنسبه لمباراه النجم يعني مش عاوزين نتكلم قبلها، لكن اللعيبه مقدره المسؤوليه خصوصا بعد الاخفاق في بلاتينيوم، لكن ان شاء الله اللعيبه قادره اللي هي ترجع تاني لوضعها تاني ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم ماتش النجم وماتش الهلال وتصدر المجموعه ان شاء الله. دايما النادي الاهلي بياخد كل مباراه على حده وكل بطوله على حده. طولنا صفحه بلاتينم، والنهارده عوده الروح وعوده الثقه للنادي الاهلي بالاداء العالي. بص مش عاوزين نقول يعني ان نكبر الموضوع، يعني نعم النتيجه ما كانتش مرضيه لينا ولجمهورنا، لكن احنا لسه بايدينا ان شاء الله، واللي احنا ان شاء الله نقدر نحدد مسارنا. عندنا ماتش مهم جدا مع النجم ربنا يكرمنا فيه وناخد 3 نقاط، وان شاء الله برده نفس القصه في ماتش الهلال. فانا شايف ان ده طبيعي، احنا عاملين انتصارات كويسه واللعيبه مأديه كويسه، مش معنى ان انت يحصل لك اخفاق في مباراه ان دي نهايه العالم. يعني احنا عندنا ثقه كبيره في اللعيبه وعندنا ثقه كبيره جدا في جهازنا، وعندنا ثقه اكبر ان الجمهور دايما هيبقى في ظهرنا واعلامنا دايما في ظهرنا، وان شاء الله مش هنخذلكم باذن الله. كابتن سامي قمصان بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات المقبله. شكرا. مشاهدينا ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان، عوده مره اخرى للاستوديو لك الكلمه كابتن.